هذه العقوبة فيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لماذا؟ كانت هناك نظرة من شأن الأعمال الحرفية، هي أولاً دورة استثنائية حكمتها الظروف الحالية. ماذا عن البقية، عن أوضاعهم، مستقبلهم، كيف يتراءى لهم؟ أي إنسان بيحب أنه يكون في عنده حرية مطلقة. لحوم المزروعة مخبرياً. شكراً لأيدي ورايا. دورة جديدة بطابع استثنائي. فما الذي تحقق وما الذي تعثر؟ شبابيك يومياً 7:00 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.